منه اجتمع ثلاثة من الأدباء المشهورين طه حسين والعقاد وعبد القادر المزني، واتفقوا فيما بينهم أنهم على الأقل وقت يوما من الأيام لا يتكلمون فيه إلا بالعربية الفصحى، لا يستخدمون العامية ولا كلام من كلام الفرنجة. فكانوا موجودين في اسكندرية فقالوا للسواق اسحب بنا إلى معسكر قيصر. قال له أستاذ، قال له 20 سنة ما أعرفش معسكر قيصر ده اسكندرية. قال له يا غبي، ألا تعرف كامب الشيزار؟ كامب الشيزار ده معسكر قيصر. وبعدين مشوا من اسكندرية راحوا على مصر، فواحد منهم قال للسواق قال له في الطريق عرج بنا على بيت الراحة. قال له حاضر اشوف لك دورة مية. قال له يا غني، لا اقصد هذا الامر، انما اقصد ما يسميه الفرنج الاستعاس. الاستعاس بقى بيت الراحة. لما وصلوا للقاهرة قالوا اسحبنا إلى حديقة المدينة. قالوا يا أستاذ، المدينة كلها حدائق، أي حديقة تعلم؟ قالوا لا أقصد هذا، إنما أقصد ما يسميه الفرنجة جاردن سيتي. فلقوا مش نافعين يتكلموا بالفصحى.